ابن خالتك دواه عندي. ما تتعب. دواء اسمه صوفي. امرأة بكل معنى الكلمة. جمال، جسم، طول، شفاف، إثارة. شغلتها وعملتها توقع أكبر الرجال. طب شو قصته ابن خالتك؟ ما بحب البنات يعني؟ بس عمل علي نطور. ما كله الحق أمي، هي اللي وكلته فيه. برنامج عبدو عبدو كل نهار جمعة على 7:30 على الاس تي في. هني ولاد خالات، اسمن على اسم المرحوم جدن. الاوليني اسمه عبدو والتاني اسمه عبدو، بس كل عبدو شكل. يا جلال بعرف انه بسم الله يجوا لهون، بس شو بدي اعمل بقبل خالتي؟ مع عبده هو مربطني في البيت، هيديك الجمعة كان فضحني قدام امي. طب شو قصته ابن خالتك؟ ما بحب البنات يعني؟ يا اخي بحب البنات، بس عنده الدرس ابدا من كل شيء. ما جربت تاخده وتسهره وتعرفه على بنات؟ اخذته معي على احسن سوبر نايت كلاب بالبلد، وكان معنا جروب من احلى بنات الجامعة. ايه اول ما وصلنا طلبنا كله شيء ويسكي، شيء فودكا، شيء جن، شيء. ما تقلي طلب عصير. يا ريت. طلب كيس عرق وبلدي مع راس بندورة وبلدي. هاته سلبي عطلي. بس ليك هو قلبه طيب ودريس، بس عامل علي نطور. ما كله الحق أمي، هي اللي وكلته فيه. ابن خالتك دواه عندي. ما تتعب. أنا عم بقلك دواه عندي، ويا ما مداوين ناس بهالدواء وحلته وانا أضرب من حالته. كيف؟ الدواء اسمه صوفي. امرأة بكل معنى الكلمة. جمال، جسم، طول، شفاف، إثارة. شغلتها وعملتها توقع أكبر الرجال. وليك بتكلف كتير؟ مش مشكلة السعر، المهم يتفتح ابن خالتك شوي. مش لأ ابن خالتي، لإلي أنا بتكلف كتير. يحلق رفك شو نسوانجي. شو رأيك؟ حسب ما وصفتها شي كتير حلو، وأصلا بعد يومين عيد ميلاده. عال منجيب له صوفي كادو. يعني بشو جايين نجربكم؟ ونعمل له حفلة هون ومنعزم كل رفقاتنا ومنجيب له فرقة موسيقية. بس بتصير تكلف كتير هيك. ما تخاف، كل التكاليف علي، أنا بحب أتسلى بهيك مواقف. الله يتحنن. معك مصاري مش عارف وين بدك تحطهم. شو من باشر بالحجز؟ حجز؟ ايه ما صوفي على القليلة بدك تحجزها قبل بيومين. ايه حجوز؟ بس مطارح تكون منيحة. ايه اذا بدك منروح لعندها هلأ على المكتب. ليه عندها مكتب؟ معلوم، مكتب وسكرتير وموظفين. طيب انا طالع غير تيابي ومنروح لعندها هلأ. لقمة بس. معقول يكون ابن خالتك؟ بكير ليرجع من الجامعة. هلين بالمعلم أنيس. أهلين، كيف حالك؟ الحمد لله ماشي الحال. ماشي الحال.
هتفهمنيش غلط، بس هنشوف اذا بدكم شيء عايزين شيء. ممنونينك معلم انيس. انت ماشي حالك؟ ماشي. وابن خالتك وينو؟ يه شحوه. كيفك منيح؟ ماشي الحال. دخلك ما كانش حاطط عوينات. معلم انيس هيدا مش ابن خالتي، هيدا جرار في من الجامعه. جرار والنعم. وابن خالتك وينو؟ كحتو؟ لا بعد يحوب الجامعه. طيب بس هنشوف اذا بدكم شيء عايزين شيء. يلا بخاطركم تعود معلم انيس. يلا اي قعده. ايش في شيء جديد؟ روى الاخبار عندك بلا طول سيري. انا صحيح جاي يشقر عليكم وشوفكم اذا بدكم شيء، بس بالحقيقه انا الي غرض تاني عندكم. بس معلم انيس بعد ما صار اخر الشهر. لا اتفهمنيش غلط، وبس انا قصدك بخدمه الك انت بالذات. انا بأمر عيونك انت بس امور معلم انيس. اذا بدكن انا بطلع لفوق لتاخدوا راحتكن. بكون احسن. لا 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 خليك، جرار صار منا وفينا معلم انيس. القوتك خليك، ما كنا شباب ببعضنا. ايه خير ان شاء الله. بلا طول سيري، اذا بفيد عنكن شي اتوفرنيش. ها اتعملش حالك مش فاهم. أنا مستعد نزل أجار الفي $125 بالشهر. إيش قلت؟ آه يا معلم أنيس، آه والله منك هين. إيش قلت؟ إنه بلا لف ودوران. إيش قلت؟ يعني ليه لا؟ إنه اتفقنا. اتفقنا. قال يلا الله يوفق الجميع. أي متى بتحب إن نمضي الكونترا؟ الكونترا؟ إيش لكن؟ خلي الحقوق محفوظة. ايش فكرك يعني نازل اجار الفيه هيك لله بالله. يلا ميري كريسماس ايفريوان. سوري جيرار، بتعرف في كذا جيرار ما عرفت انه انت. ولا يهمك. ليش تفضلوا. بعرفك على رفيقي بودي، رفيقي بالجامعة. هو يلي حكيتني عنه؟ ايه لا لا مش انا، ابن خالتي. بس ابن خالتي هيتو عم بيعديني وبلشت تصير مثله وبدي مثله. فيك تروح. ست صوفية القصة وما فيها انه ابن خالته بعد ما تعرف على الحياة، وبعتقد انه صار الوقت تنعرفه عليها، فما لقينا احسن منك لهالمهمة. بيان سور. مين بدك؟ كارولينا، فونيلا، جوزيفينا؟ بدك تفرجينا؟ لا 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 لا، نحن بدنا حضرتك. انا؟ بس بتعرف يا جيرار انه بدنا حضرتك. انت طلبي وبس. ايه وهيدي بطاقة الجامعة. لشو؟ شو بدي فيها؟ ما في حسن للطلاب؟ مهضوم كتير. ليك جرار، إذا صاروا زبونين بتعملنا سعر؟ ست صوفي هو عبده ابن خالته لبودي، عيد ميلاده بعد بكرة، وعاملين له حفلة بالفوية، وحبين يكون مسك الختام مع حضرتك. بعد بكرة يعني الخميس؟ نعم. لشوف عندي على الأجندة شو في بعد بكرة. ليك هالأجندة شو كبيرة؟ أكيد هيدي 365 يوم؟ فيك تروح. أنا بقول هيدي الأجندة كل يوم فيها 365 موعد. ليك جيرار لازم تهديها لابتوب، حرام. أوه بعد بكرة طول النهار مع مسيو لو مينيستر. يعني بعد بكرة ما فيكي؟ دوماج، مع إني كنت حابة أكون مع حدا بريباراتوار. عندي لذة. بس بتعرف شو بدي اعمل؟ مسيو لو مينيستر معلق علي، وبعدين باردون دفيع. ويلي نحن بيعمل فينا مثلي وبيشلحنا مصرياتنا. طيب فيكي بكره؟ ايه بكره ليش لا؟ اتخوازر سافا؟ فورميدابل. اتفقنا؟ اتفقنا. اتفقنا. ايمتى بنمضي الكونترا؟ باردون؟ ماشي ماشي، قصده كيف بتحبي ندفع لك؟ اليوم بتدفعوا النص، وبعد الشغل بتدفعوا النص الثاني. وكون اكيد يا مسيو بودي انه نحن ما بنحب نفقد مصداقيتنا مع الزبون ابدا، لانه مكتبنا مكتب محترم وصار عنا اسم كبير بالسوق. وهيدا ما بيصير لمين ما كان، بس لجيرار، لانه جيرار من اهم زبونات عنا، ونحن ما بنحب نزعل الزبونات ابدا. اوكي
اشترينا. حلوة هاي اشترينا. فينا نجرب البضاعة قبل ما نشتريها؟ ست صوفي قرب يوصل، ما بدي اوصيكي ولا يهمك، حاجة عتلين هام بسيطة. شفت الشقة شو مهضومة؟ كتير مهضومة، كتير ستيليزي. انت شوفي الأوضة شو ستيليزي. يا ريت فينا نتفرج. بس جرار، بس جرار. ست صوفي قدي بدك نغيب تقريبا؟ ساعة بيكون كله تمام. Don't worry. صوفي المشروب هون. اوكي يلا تاخرنا، لازم ننزل، بكون صار واصل. يلا بدك بودي مش هيك؟ بدي عبدو. انت عبدو مش هيك؟ لا بلا بلا، انا عبدو، بس انت بدك بودي مش هيك؟ بدي عبدو. عبدو عبدو مش هون. بلا بلا، انا هون. عبدو هون، عبدو هون، بس انت شو بك ملبك؟ ولو على القليلة قلي تفضلي. على القليلة تفضلي. بس حضرتك أكيد يمكن بدك بودي، لأن عبده هو أنا عبده. بس مين بدك بالضبط؟ بدي عبد. عبده مين؟ شو بك ملبك؟ دخلك مش مسقعة؟ أنت ضيق من شي؟ ضيق نفسي. نفس ريت نفس. شو رأيك بالكيس؟ هذا الكيس رهيب، هذا عينا منه دزينة، هذا كريستال، في غير موديل إذا بدك. قصدي ما بتشرب؟ لا بلا، يعني هو هو أنا بيشرب، بس بيشرب عرق، عرق بلدي. ما فيش أحسن من العرق بلدي. أكيد تخلي لي كيس؟ إيه ليش لا. اسمي صوفي. صوفي؟ صوفي. صوفي منه هالاسم. صوفي ما في. مهضوم. يا عم العب بالكلام، هذا شيء جديد. شراب. بعد. مين بعتك علي؟ بودي مش هيك؟ منك هين عبدو. شو بيهمك مين بعتني عليك؟ المهم أنا إلك، معك صوفي، كلها بخدمتك. يا خدومي، يا خدمتي، يا خدمت، يا ناس، يا هول حوني. شو بيك؟ شو في؟ خيفين مني؟ لا خيفين مني، لأن عن يصير هيك في إشياء مش عن إفهمها. إيش في؟ ما توخزيني إيش أكل توم؟ لاحظت. شاورما. إللي متضايق من شيء؟ إيه اليوم متضايق كتير أنا، لأن هيك متأثر شوي. لي خير، شو في؟ اليوم شفت حبيبتي اللي كنت حبها. عن جد؟ شو اسمها؟ عبلة.
عبلة؟ يا عنتر. لا أنا عبده. عبده وعبلة هوديك عنتر وغندورة، ما نحن بدلنا. إيه وحكي دار؟ لا شفتها وهي شفتني بس ما عرفتنيش. ما هي صار لها زمان نزلت هون على المدينة، يعني صار لي تقريبا شي 12 سنة ما شايف. اف ليش قديش كان عمركم وقتها حبيتوا بعضكم؟ 5 سنين. انا 5 سنين وهي 3 سنين ونص الى 5. ايه كنا كتير نحب بعضنا. كنا نسرق السويدات تبع ابو حنا ونشبق بعضنا فيهم ونلعب بالوحل. كنا كتير نمسط. تيجي مرت عمي علينا تطرق لها قتلي وتطرق لي انا بهدل. ايه بس ما كنتش حبها المرت عمي. ايه فقير ومش مزبط حالي وانجا واصل للانزيان. ما كل عمرك 5 سنين. طب قليلة هيك ما كنتش تقنع. ايه والله يا مدام. مدام او متموزيل مثل ما بدك. والله يا مدام تموزيل صوفي الله بعت لي اياكي هيك تفيش خلي انا وياكي لان يوم. لا لا روق 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 ما بدها هالقد. روق ما بدها هالقد. لا بس فعلا قصة كتير بتأثر. دوماج دوماج الحب. ايه الحب بزل يا مدام موزيل. سألني لي بزل كتير. بعت لي ناكس ولا انا. شو 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 قولك شو قولك؟ صار لهم ساعة؟ صار لهم ساعة. أنا حصد وأنا حصد. نطلع؟ نطلع. البلا مخ تركني وراح من 15 سنة. ليك شو صار فيه؟ ليك شو صار فيه؟ عبلة صوفي عم تبكي. بكي على صوفي. صوفي خلص لا بقاش تبكي. أبي يسوش صوفي وجهي كيف صار على البكي. صوفي مين إجا؟ صوفي شو القصة؟ فلو من هون تركونا لوحدنا أنا وعبدوي. خلص روح تشكى. فلو من هون تركونا لوحدنا. صوفي بني جرار وكتو بالبستان. اش اكلتو؟ خوخ ورمان. اش كنا نلعب تحت الرمانة؟ فاكو كليناكس؟ لا ولا نحن. صبلي كيس. عبدو 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 شو نوعك انت؟ تجي لعندك ست من احلى ستات المنطقة على طبق من فضة تقعد بتخبرها قصة حياتك ومغامراتك. سوري مغامرتك العاطفية الوحيدة. بيجي انا وجيرال بنلاقيكم عاملين مندب بكي انت وياها. لك بلا مخ بالمرة انت ودي ليش عم تحكيني هيك؟ ما انا ابن خالتك يا زلمة. ما لانك ابن خالتي بدي مصلحتك. بس بتعرف معطرة هالصوفية كويسة هيك بتحسها بريئة. بريئة؟ وعم ترشح زيت كمان. انت لو رحت لعندها على المكتب كنت شفت قديشها كويسة وبريئة. انت ديرك على مسخرة ما بالك شو الا تظهر مع البنات بس. ايه وين العيب؟ افيش عيب خي اتركني نام. عبدو ليك بكرة اي ساعة راجع من الجامعة؟ ما بعرف مش قبل الاربعة. بكرة 12 الشهر. ايه ايه مزبوط عندي فحص بالخصائص والمضامين. بكرة في مناسبة حلوة. ايه مزبوط في شاب صاحبنا بالجامعة عاملين له عيد ميلاد وجايبين له جاتو وعاملين له حفلة صغيرة بس بعد الفحص. الله يساعدنا عليك. وعيد مين كمان؟ مش بعرف انك حشتلهيني كابو تركني نام يا زلمة. عبدو بكرة 12 الشهر عيد ميلاد مين بيكون؟ خيشو انا المختار يا بودي خليني نام. شخص بيقربني. ايه منيح ينعيد عليه. وكل نهار وجه بوجه. عبال مية. انا اكبر منه بسنة. يعني من جايلي. وعم يدرس ادب كمان. اي سنه؟ لا ولي ايه عار هلا بيكون نايم لان بيكون عنده فحص بالخصائص والمضامين. وبيكون ابن خالتي. ليش امي وامك عندهم اخت؟ عبدو بكره عيد ميلادك. ايه ايه مزبوط. ايه بكره
كيف مزبوط بكرة عيد ميلادي بكرة بودي؟ شو بعمل فيك؟ عيد ميلادك ناسي؟ ينعاد علي؟ ينعاد عليك؟ ليك؟ ما في شي من قيمتك، جايب لك كادو صغير. يا عيب شوم، ليش معذب؟ ولو يا عيب شوم؟ أشوف أنك جايب لنا. أنا كتير بحب الله. سيادات؟ شوف جايب يا زلمة. عمالك خذ وقتك عمالك ترتيب عبدو ما تكبون هيك اتخانق معه شفت؟ أنا بعرفك بتحب الثقافة، جبت لك كتاب كلمات للحب؟ إيه هيدا كيفية ممارسة العلاقات الجنسية بشكل ناجح ومضمون خصوصي إلك لا هيدا مش إلي، هيدا إلك أنت أنت جايبه لإلي تأنا صير مثلك وغض النظر عنك ومخبرش خيلتي بس وحياتك بدي خبرك كل شيء من البيبوش للطربوش لا 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 عبدو كل شيء ولهي خلينا أصحاب خلينا أصحاب نام خيال بقى نام طيب ليك؟ ما تزعل جايب لك كادو تاني إلي أو إلك يا عيب الشوم شو عند العاب لالك ولو كويه ولو عبدو مشان التياب عم يضلوا مجعلكين نام هلا نام بكره حسابي معك نام اذا مش حامل خليها لبعدين بنوي خيي نام عبدو ابن خالتي ينعاد عليك عليك عقبال الميتين عقبال المية بيقولوا الميتين انت الصادق لانه حسب منك ماشي بدك 200 سنة لتعرف تعيش بتكون انت خلصت اول سنة جامعة مش اكيد امبارح حلمت لك حلم يا الله لا يفرجي لحدا خير ان شاء الله حلمت انه امي اجت لهون وشفتك انت وصفي وعبدو خبرها كل شيء ايه واذا شفيها وسحبت عليك الرشاش ما امي وقت تحمل الرشاش علي انا؟ ايه قوصتني؟ لا ساعتها وعيت بتخليك نايم يا زلمة يا شباب هلا بس يجي عبدو بدنا نعمل جو ونسيه الدنيا اوكي؟ I'm the king of the band ويا كتو جاهز؟ 100% صارت حرقة ثلاث قوالب من هيك جبناه خالص والمشروب جاهز والهدايا جاهزين انا علي خليه يشرب وبس يشرب وتبرم معه ونسحب فيه على البار بس عم اهلكن عليه اوكي معلوم تاخروا ميمي ومايك مايك حق هاي مايك هاي جايز شو الجان كله هون وين ميمي بالحبس شو ايه كما شو درك امبارح سكرانه اخذوها على النظاره ثبت الدوله وثبت المسؤولين وثبت رئيس المخفر حبسوها يومين طيب هلا بس يجي عبدو شو مفروض منا نعمل اها نتخبى كل واحد بمطرح شي ورا الصوفة شي ورا الباش تحت الدرج ما بعرف وبس يفوت عبدو يضوي الضو نصرخ كلنا سوا سربرايز عرفتوا كيف ما تنسوا بس يضوي الضو اوكي بعدين بنقدم له الكادويات بنعايده وبعدين نبلش بالشرب اوكي وبالراس اورايت وبالله اورايت خلينا نعمل بروفا على السربرايز اوكي انا عبدو رح اطلع وارجع فوت أوكي. يا شباب ضويت الضو سربرايز شو هيدا شي كتير ميتين اقوى سربرايز ايه هيك خليه يتفاجئ مزبوط كل هون وما رح يتفاجئ شش سامع دعسي يلا تخبوا ما تنسوا بس يضوي الضو ايه اوكي شو يا بودي وين طلع؟ طلع يحب كتبه فوق هلا بينزل انا ما عاد فيي عندي نفس بهيك مطارح بليز ما تنزعوا ما تقولوا شيء قبل ما يضوي الضو يا حنازل سكتوا شو فات على الحمام مبين انا ضيق نفس كتير اذا شخصنا حلو بيكون فات يعمل صغيره ضروري يضوي الضو ايه ما تنزعوا بليز
هيدا عم بيتحرك. هيدا مايك عم بيرقص. مايك جمال شوي الله يخليك. عاد في يمان بده يرقص. لو قريب الفرج. اجا الفرج. ايه ايه شو بقى انتزعت الفقسة؟ ملا فقسة ملا فقسة. لازم تصرخوا هالقد. شو بالاسعار؟ ما عم بفهم شو بدهم. ايه ايه جيبيها يلا. عبدو 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 يا عبدو. بوري بوري من خالتي. عبدو انك بتغني زجل ونحن بهالمناسبة السعيدة حابين نسمع منك كم بيت. مش عارفه كم العون اني بغني زجل. ايه انا بغني كتير حلو زجل. انا سأسأل بولي بولي بغني زجل حلو. انا بس لانكم تعذبتوا جيتوا رح اقدم لكم هيك بيت صغير هلق انا عامله ومألف لكم اياه خصوصي. بس عشرت بس عشرت بتكمل هاول بالكاس. ايه بكمله هاش فيها. ها مقفى مش عم تخوفني شباب. يا بودي انت يا ابن خالتي يا بودي انت يا ابن خالتي تعا تفرج علي وشوف حالتي. صب لي مره صب لي مره وتاني وتالتي وحياتك لا انسى اسم الكتاب يا بودي يا بود يا بود. جينا تاني ندرس عني لهونا على دلعونه وعلى دلعونه. جينا تاني ندرس عني لهونا على دلعونه وعلي نوسي. نسوني العربي وانا احكي روسي. نسوني الجاحظ نسوني دروسي وعقب النواس فوقونا. رحنا بثلاث قناني شرنا بكنون القوي وعينا بكنون التاني وعلى عين موليتي واثناشر مولاية دخل جرايكون هدوني سكوا إجراية. أول مرة بشرب هيك معود على المية راسي تقل وجسمي تقل وزاخوا عيناي. كسان عملوا فيك هيك؟ جرسنا كنا رايحين نحتفل بشباب بس حضرتك انطفيت. بدي اخبر خالتك عليك. اه يا سكرجي. اه لا مرحبا ولا من يحزنون. خير خير. المادي كونترا بدي ينفذوا ابودي. الفي عم بيعيش عجب وانا اجفاه مثل معطرين. اتفضل حضرت المحامي المحاكم بيناتنا مسيو بودي. مسيو رصوا قدنا فيك. اه نشوف ايش بدك تعمل. عبدو عبدو صب لي كيس. اذا بدكن بطلع انا لفوق لترتاح شوي بكون احسن. لا 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 دخيلك انت مش دخيلك. اذا بفيد عنكم شيء اما توفروا ليش. ها ما تعملش حيلك مش فاهمين علي. انا مستعد
انا مستعد نزل اجار. سوري اذا بفيد عن كل شيء اتوفرونيش. تعمل حالك مش فاهم. انا مستعد نجر اجار. يقول فعه اي متى بتحب نمضي الكونترا؟ الكونترا ايش لكن خلي حقوق دوماج الحب. ايه الحب زل يا دف وزل زليلي زل كتير بعد كلينك ولا انا اوعى تقولوا كاتها بلا لا غفة امبارح حلمت لك حلم يا الله لا يفرجي لحدا خير ان شاء الله. حلمت انه امي اجت لهون. عبدو يا عبدو بوري من خيرتي